مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان السيد فيصل بصبوص مراسل النيل للأخبار. فيصل، أرجو أن تطلعنا على أهمية هذا المؤتمر وأهم المشاركين فيه ومحاور جلساته. نعم، الآن أنا أتواجد للتصحيح في منطقة البحر الميت حيث انعقاد هذا المؤتمر وليس في العاصمة عمان. أنا الآن أتواجد في منطقة البحر الميت حيث انعقاد هذا المؤتمر الطارئ للاستجابة لإغاثة قطاع غزة. نعم، يأتي هذا المؤتمر كما تفضلت في المقدمة ضمن الجهود الأردنية المصرية المشتركة منذ اليوم الأول لشن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث بذلت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية جهود فاعلة منذ اليوم الأول من العدوان على هذا القطاع. هذا المؤتمر يأتي ضمن مواصلة الجهود الأردنية المصرية المشتركة لوقف هذا العدوان وإمداد قطاع غزة والأهالي هناك بالمواد الصحية والإغاثية. الكل يعلم أن هذا القطاع تعرض لدمار كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت أكبر عملية اجتياح بري وأكبر القذائف والأسلحة لاجتياح هذا القطاع. الآن عقدت قبل قليل اجتماعات جلسات العمل للجان المشاركة في هذا المؤتمر، حيث ألقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كلمة، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكلمة ثالثة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هذه الجلسات هي جلسات مغلقة بعيدا عن الإعلام، حيث من المنتظر أن يتم توزيع المشاركين إلى 3 مجموعات عمل. كل مجموعة عمل سوف تناقش محور معين. المحور الأول للمناقشة في جلسات العمل سوف يكون توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل مستعجل. طبعا مجموعة العمل الثانية سوف تناقش تجاوز العقبات التي تعترض وصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة، والمجموعة الثالثة سوف تناقش أولويات التعافي المبكر. طبعا هذه الجلسات كما تحدثت سالفا أنها جلسات مغلقة بعيدا عن الإعلام، هي الآن مجتمعة في قاعات مختلفة في مركز الملك حسين للمؤتمرات. من المنتظر أن تبدأ الجلسة الأولى الرسمية لهذا المؤتمر بحدود الساعة 1:30 من ظهر اليوم. سوف تشتمل هذا الافتتاح على كلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هؤلاء الذين دعوا إلى عقد هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد ذلك سيتم توزيع المشاركين وسيستمع المشاركون إلى كلمات رؤساء الوفود. من المنتظر أن يكون هناك مؤتمر صحفي بحدود الساعة 6 من مساء هذا اليوم ليتم الإعلان عن أبرز التوصيات والنتائج التي توصل إليها المجتمعون من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومد هذا القطاع بالمساعدات الإنسانية والصحية لمحاولة التعافي. إذن فيصل، هناك 3 مجموعات عمل في هذا المؤتمر، أولها توفير المساعدات الإنسانية، ثانيها تجاوز العقبات لوصول المساعدات، وثالثها أولويات التعافي المبكر. ما هي أهم الأسماء التي وصلت حتى الآن وتنامى إلى مسامعك وصولها من رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، إذا كانت أوروبية أو إفريقية أو آسيوية؟ نعم، من المنتظر أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون الدقائق القادمة إلى هنا إلى قصر المؤتمرات. طبعا هناك بعض وزراء الخارجية الذين وصلوا من بعض الدول الإفريقية، كذلك من بعض الدول الخليجية. لغاية هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي عن أسماء الواصلين، لكن من الذين أكدوا الحضور على سبيل المثال الرئيس المصري عبد الفتاح
الفلاح السيسي، كذلك أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك بعض أمراء الخليج العربي. لغاية هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي عن الوصول، لأن الجلسة الافتتاحية ستكون بحدود الساعة 1:30، يعني ما زال معنا وقت لمعرفة أسماء هؤلاء الرؤساء الوفود، لكن سيكون هذا الاجتماع على مستوى عالي من الحضور ومستوى عالي من الاهتمام. إذن في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت الأردن سوف يكون هناك المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه مخرجات هذا المؤتمر. زميل فيصل بصبوص مراسل النيل الأخبار في الأردن، شكرا جزيلا لك.